بسم الله الرحمن الرحيم. الكومبليكيشنز دي ممكن تشاف بوست بارتم، بوست دي ان سي، بوست سيزيريان، يعني حسب بقى، واكيوت كرونيك اكوردنج. يعني هنقسمهم لكذا كاتيجوري، حاجات في الابدومينال وول، حاجات يوتراين، حاجات اكسترا يوتراين. الابدومينال وول يبقى غالبا طالما قلت وول يبقى مش هشوفها بالكونفكس برو، هشوفها باللينير، فدي دكتور الاشعه هو اللي هيشوفها غالبا. لكن ككلينيشن انا ممكن اشك في كلكوعه في الحته دي ما الى ذلك، ومتكونه غالبا كل دول بعد السيزيريان. سيروما، هيماتوما، ابسس، سيلايتس، انسيجنال هيرنيا، سوتشر جرانيلوما، سكار اندوميتريوما، هنشوف صور لكل الكلام ده. تمام. طب اليوتراين سواء بقى بعد الدي ان سي، بعد حتى الدليفري العاديه، بص السيزيريان ممكن يبقى ريتيند برودكتس، انفكشن، اندوميترايتس، ادهيشنز، اشيرمان سيندروم، يوتراين اي في ام بالذات بعد الدي ان سي. تمام. Even uterine rupture لو missed الدياجنوزيس بتاع الأكريتا. تمام. أو حاجة اسمها incarcerated uterus لو missed برضو الدياجنوزيس uterine rupture، scar ectopic، adenomyosis، placenta previa. extra uterine حاجات برضو قريبة من الأنتيرو أبدومينول لكن مش فيه، حاجة اسمها bladder flap hematoma، bladder flap abscess، adhesion، gossy biboma. تمام. ovarian vein thrombosis rare لكن خطر جدا، و uterine vesical fistula شفتها وكانت عنيفة. طيب باثولوجيك بوست بارتم كونديشنز العاديه بقى خالص، اللي هي ايه؟ بوست بارتم لكن لينا المنظر ده وقعدت ولدت. تمام. لكن في شويه بليدنج مكمل، ممكن يكون بارتم البلاسينتا مسد مني، خصوصا لو كان اكسسوري بلاسينتا لوب. يعني انا اصلا ما شخصتوش بالالترا ساوند وشلت البلاسينتا وسبت حاجه اسمها اكسسوري او سبسنتوريت لوب. تمام. اوكي. نفس الكلام اليوترس ومليان ايه؟ حاجه هيتروجينس. تمام. طيب بوست بارتم والعيانه سخنت ديسشارج ومش عارف ايه، بصيت على الاندوميتريوم. تمام. بعديها باسبوع، بعديها باسبوعين لقيت ايكوجينيك فوساي، ايكوجينيك فوساي ووراها شادوينج بتساوي اير اندوميترايتس. بالظبط كده. دي كلينيكالي كونديشن خطر بالبروسيبسس. تمام. الثلاثه الحاجات اللي قلنا هنشوفها هي ايه؟ هي ايكوجينيك فوساي اللي هو الاير فلويد او فلويد ديبري ليفل، و بالدوبلر هايبريميا. برافو عليك يا دكتور. تمام. نفس الفكره، مالتيبل ايكوجينيك فوساي وراها شويه شادوينج. هنا الفوساي طبعا عنيفه خالص ومليانه ايه؟ شادوينج، جاز فورمينج اورجانيزم. هنا المره دي ايه؟ هايبريميا وفيه انترابد فلويد، هايبريميا وفيه فلويد وعامل ايه؟ فلويد ديبري ليفل. اوكي. طبعا بالسي تي هشوف بقى في انفلاماتوري رياكشن بره اليوترس، والحاجه الاسود ده اسود في السي تي يعني بيساوي اير. بالظبط كده. الاير بره اليوترس مفيش مشكله يا جماعه، ده في الكولون، لكن جوه اليوترس ايه اللي جايبه؟ تمام. اوكي. طيب يوتراين ساينيكي ادهيجنز اشيرمان سيندروم، احنا قلنا احسن حاجه ان اشخصها لو الفلويد مليان ميه. تمام. المفروض هنا كونتينوس كافيتي لكن هنا ما بقاش كونتينوس، لقيت فيه خطوط سيتيشنز باند، لقيت فيه حته زي كده. تمام. كل ده ايه؟ يوتراين ساينيكي ادهيجنز، المفروض الاندوميتريوم مكمل مش لازق في حته وفري في حته. تمام. او نلاقي البانس او السيبت دي في وسط الاندوميتريال كافيتس، او نلاقي حاجه زي كده وهو مش معروف انها دوبليكيشن. بس خلي بالك ممكن اشخص هنا دوبليكيشن، صح ولا لا؟ طب طلعت عند الفندس لقيته كافيتي واحد، نزلت على اللور يوتراين سيجمنت لقيتها اتنين كافيتس. ده ايوه ده عكس الطبيعي، يبقى ده مش ايه؟ ما هو المفروض ايه؟ ايوه. ركزي بقى معايا، ركزي معايا. لو قلنا السبسبتيت، تمام، ده الفاندس وده اللور يوتراين سيجمنت. السبسبتيت السبتم بيبقى موجود فوق، يبقى دبل يوتراين كافيتي هنلاقيها فوق، وتحت هنلاقي ايه؟ سنجل كافيتي. لكن لو لقيت سنجل كافيتي فوق ودبل تحت يبقى دي مش يوتراين دوبليكيشن، في مشكله هنا تحت، هو ده اللي اسمه ايه؟ يوتراين ساينيكيا تحت. تمام. اوكي. طبعا عشان اشوفها حلوه هي هايبوكويك. تمام. يبقى لازم يكون الاندوميتري ثيك وهايبر، يبقى برده اليوتيل فيز. تمام. اوكي. لايبل طبعا ان احنا ايه؟ نحصل بريجننسي. على ساينيكيا بيحصل ايه بقى معاها؟ ان الامنيوتيك ممبرين يغطيها، الكورونيك ممبرين يغطيها، وبالتالي يظهر لي المنظر ده، المنظر ده اللي هو سميناه امنيوتيك شيت. يبقى لما بيديلينييت او بيلاينز الامنيوتيك ممبرين والكوريون على الساينيكيا بيخليها تخينه، بيبقى اسمها امنيوتيك شيت. وكمان ممكن يحصل عليها بلاسنتال ايه؟ امبلانتيشن. تمام. طيب EVM arterial arterio venous malformation. تمام. قلنا هنلاقي cystic serpiginous spaces هتيجي بهيفي بليدنج، بس خلي بالك تمام هي بتبقى قريبه من الاندوميتريوم،
انت عملت مره مثلا دي ان سي اتثبت فيها، تاني مره تعمل دي ان سي فتحت الايه فيسلز على الشارع. تمام، فلازم تتشخص. تمام، بيقول لك معظم الحالات ممكن تكون زيرف لو ما عاش بليدنج جامد، معاها بليدنج جامد على طول بقى على ايه ترانس كاثر ارتيريال امبولايزيشن. اهم حاجه نعمل دوبلر، لان الدوبلر ده بالاليزنج الايه العنيف اللي فيه، وهنلاقي ايه كمان معاه لو ريزيستنس ولا هاي ريزيستنس. بازوليتيشن يبقى لو ريزيستنس هاي فيلوسيتي. تمام، وممكن على فكره توصل لغايه، انا شفت حاله واصله الدايليتيشن لغايه الانتينيال ايه، الانتينيال ايه كان عامل زي البطيخه. تمام، كل ده دايليتد. تمام، هنا ايه اللي انا شايفه؟ شايف اليوترس وده الاندوميتريوم وفي سيست كده كبيره، انا حتى مش شايف معالمها. شايفين يا جماعه طلعت ايه؟ عباره عن ايه؟ كوميونيكيتنج فاسكولار سبيسز. بس خلي بالك لو البلاد فلو رايح جاي يعني نصه ازرق نصه احمر، حاجه اسمها بيبسي ساين، ده سودو انيوريزم مش اي في ام، بس الاي في ام اشهر. وعلى فكره اللي يعمل ده يعمل ده. تمام، اوكي، هنا ايه اللي حصل؟ برضو السيستيك سبيس ده واصل لغايه الفيسلز اللي حوالين حتى اليوترس بالكامل دايليتد، والريزيستنس مالها قليله، قليله يعني الدايستول ايه عالي جدا بالنسبه للسيستول. السيستول هتلاقي الفيلوسيتي عاليه والدايستول عالي بالنسبه للسيستول، يبقى لو ريزيستنس هاي فيلوسيتي فور. طيب اوفيريان فين ثرومبوزس كونديشن خطر جدا. تمام، لكن ولله الحمد رير. بنشوف اليوترس ونشوف ماس لايك ستراكشر جنب اليوترس وجنب الاوفري. طبعا انا هقول ماس وخلاص على كده. تمام، ممكن تطلع هيماتوما، تطلع زي ما تطلع. تمام، لكن المشكله كلها، تمام، انا لو بعمل ابدومينال ستادي والايد ده الليفر، ده مين ده يا جماعه؟ الاي بي سي. الاي بي سي بدل ما هو بيتنت فيه ايكوجينيس، يبقى فيه ثرومبس، والثرومبس دي طالعه للينير ستراكشر فاتح فيه. ده كده الاوفيريان فين. طبعا بس هي الفكره يجي يعني البوسيبيليتي يعني خمس دقايق ترانسكتر ايه هنا بيشنت يعني عايز لا طب تديني خمس دقايق. اوكي طيب نفس الكلام الفينز اللي حوالين اليوترس. تمام، اللي هي اليوتراين والاوفيريان، لقيت بدل ما هو الفين بالكاليبر ده، الكاليبر صغير وحصل فيه ايه؟ هايبوكوك ستراكشر جوه الفين، دي ثرومبس جوه الفين. تمام، اوكي، وطبعا تشخيصها بالسي تي. يعني السيزيريان سيكشن كومبليكيشنز، اولا نورمالي السيكشن بيتعمل ايه؟ في الانتيرو وول. فلو بصيت على الانتيرو وول بوست اوبراتيف هتلاقي ايه؟ ايكوجينيك فوسايدي. ايه الايفوسايدي؟ السوتشرز. بالظبط، ده مش انفكشن ولا حاجه، ده السوتشر، النورمال سوتشرز. تمام، اوكي، طب لو لقيت الحته دي اللي هو في اللور يوتراين سيجمنت انتيريولي هايبوكوك، حته هيماتوما صغيره اكسبتد. تمام، كل ما هي تحت 2 سم هيماتوما دي اكسبتد، انا فاتح الحته دي مفيش اي مشكله فيها. تمام، طيب المره دي الهيماتوما الصغيره، لا دي مش هيماتوما صغيره، ده خلي بالك ده رفعت الانتيرو بارت بتاع اليورينال بلادر، ده اليوترس اهو يا جماعه، وده مكان السكشن المفروض الحته الصغيره دي، دي اسمها بلادر فلاب هيماتوما. مشكلتها انها لايبل ليه؟ يحصل لها انفكشن، تبقى ساعتها بلادر فلاب ابسس. تمام، طول ما هي صغيره في الحته دي الاكسبكتد سايد بتاع السيزاريان. تمام، رافعه البلادر وول دي اسمها بلادر فلاب هيماتوم. المره دي ادي اليوترس، اليوترس بعد خالص عن البلادر بالسيستيك ستراكشر الكبير اللي بقى فيه ايكوجينيك فوساي. ايكوجينيك فوساي بوست اوبراتيف هتبقى اير لوكيلاي. تمام، اير في فلويد ده ابسس، يبقى الهيماتوما دي اتحولت الى ابسس، انفكتد هيماتوما او بلادر فلاب ابسس. تمام، طبعا يعني هنا اسبوع بيقول لك بعد السيزاريو. طيب الابدومينال وول اللي انا بشوفه ريكتس ابدومينس ماسل، ودول الثلاثه ايه؟ انترولاترال ماسلز، وده اسمه ريكتس شيس وكده. فده النورمال بتاعنا، ده الريكتس ابدومينس يمين وشمال، ده اللينيا البا، وده البرو بروتينيوم. تمام، نفس الكلام، ودول الثلاثه ايه؟ اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانسفيرسس ابدومينس. واحد عامل عمليه، ده الكلام ده جنرال مش لازم بقى سيزيريان وكده. تمام، ولقيت الريكتس ابدومينس فيها المنظر ده، كبرت خالص خلاص هيماتوم، بوست اوبراتيف هيماتوم، لقيتها مره هايبركوك هيماتوما، هايبوكوك او كومبلكس هيماتوما، كومبلكس، كل ده انا بتكلم في وسط الريكتس مفيش اي مشكله ايا كان شكلها، دي المنظر بتاع الهيماتوما. فاكرين الهيماتوما الاوفيريان هيموراجيك سيبتيشنز، هو ده الطبيعي، وايه فاسكولار سيبتيشنز وايه فاسكولار. تمام، المصل نفسها بقت هيتروجينس، كل ده هيماتوما. الهيماتوما بس حاول تحدد دي سبكوتينيوس ولا انترا ماسكولر،
هنا دول الثلاثة مسلز الانترولاترال ديسبليست بوستيرور بالهيماتومة دي. يبقى الهيماتومة اللي فات كانت انترماسكولا لكن دي سبكوتينيس تمام، عاملة فلويد ليفل يبقى كانت سيروما كانت سيرس وحصل انفكشن بقت فلويد ديبري ليفل. لو كان العيان ده بيشتكي من انفكشن وتندرنس يبقى دي اسمها ابسس تمام كده، انفكتد سيست بتساوي ابسس. البوست اوبراتيف سيروما، سيروما يعني سيرس فلويد متجمع، يبقى فيري كلير سبكوتينيس فلويد، very clear serous fluid post operative، post operative serum. نعم very clear subcutaneous very clear تمام سيروما. بدا يحصل مع السيروما دي turbidity، هنتكلم في انها بدات تبقى infected سيروما. السيروما ممكن تبقى سرحه خالص تحت السكين تمام، هنا السيروما بدا يبقى ليها وول، بدات تبقى infected مع الكورونيست بدا يبقى فيها وول وكمان ايكوجينيك فوساي انفكتد سيروما ابسس تمام. هنا المره دي السبكوتينيوس فات كله تحس ان ايكوجينيك تمام، وفي شويه لاينز، ده منظر السيلولايتس لوحديها، لكن السيلولايتس وقت ما بتجمع في لويد بيبقى اسمه ابسس تمام، ودي هنا برضو انفكتد ايه سيروما. ده منظر السيلولايتس بقى، السيلولايتس عباره عن ايه؟ طبعا العين هيبقى تندر، السكين تحس انه ثيكند هوت ايديميتس، بتلاقي خطوط سودا ده فلويد والفات ايكوجينيك ايديميتس، خطوط سودا كتير فلويد والفات ايكوجينيك ايديميتس، ده منظر السيلولايتس. طيب المنظر ده ادي اليوترس وادي اليورينري بلادر وفي شارع ما بين الاثنين، العيانه دي جايه بتشتكي ب بيريوديك هيماتوريا، هيماتوريا هي غالبا ممكن يعني في الصعيد جات لي بعد 3 شهور، يعني هي بقالها بتشتكي بقالها بس استحملت وبتاخد تريتمنت وبتعمل يورين اناليسز يلاقوا بلاد يتعالج انها ستونز وكلام، لغايه لما والله يعني انا بحلف بالله مثلا كان من هنا لغايه هنا يعني او اكتر، انا حسيت الانتير وول بالكامل فاتح على اليورينري بلادر يعني. في الصعيد بتاعنا هنشوف حاجات ياما يعني، لكن دي انكومن رير، حتى دي اسمها يوترو فيزايكال فيستر. بس الفيستر تظهر كومبليكيشن ليه؟ دي هيسنت سكار، السكار وصل لغايه الاندوميتريوم وفاتح على المايوميتريوم، كان ممكن كان انسيدنس مثلا انها كانت اكريتا قبل كده، شيلت انا كده عملت ايه تقريبا، انا شايل لغايه الوول بتاع اليورين بلادر لو كانت بيركريتا ولا حاجه تمام. فهنا دي واضحه، هنا العين بتشكي بهيماتوريا، لقينا هنا الاثنين قريبين من بعض لكن انا مش قادر احلف، عملنا دوبلر لقينا في ايه، في شويه فلو صغير، هو مش فلو ده ممكن شويه فلويد اتحرك تمام. اوكي ادينوميوزس، الادينوميوزس وقت ما بيحصل قلنا حصل انترفنشن تمام، ده شويه فلويد موجود عند المكان السكار ما فيش مشكله فيه، لكن هنا ايه اخبار الوول ده، الوول اسيمتريك وول ثيكنس بالنسبه لده وهيتروجينيتي، ده منظر الادينوميوزس. اليوترس كله جلوبولار انلارجمنت هيتروجينس، ده يمكن الصوره المشهوره الادينوميوزس تمام. طيب عيانه عندها سويلنج على السكار سايت تمام، وبيوجعها كل شهر، بيبقى عامل زي الليمونه بيتنفخ كل شهر مش عارف ايه، خلاص ابدومينال وول اندومتريك امبلانت. ممكن خلال اول شهر من الاوبريشن ولا ديلي؟ ممكن ممكن، بس دي اكوردنج يعني، هي هتشتكي امتى، في ناس بتستحمل، في ناس الوجع عندها بيفضل شهر شهرين، في اي فالحاجات دي مش هتكتشف غير ليتر اون. اوكي نيجي نبص على السب اندومتريال او السب كتينس ستراكشر اللي واجعها، نلاقي فيه تراكت واصله لغايه جوه، ممكن اوصلها باليوترس نفسه سب اندو سبكوتينيوس امبلانت، منظرها باللينير بروب مرعب، تحس انها الريجولار شيب ده هايبو اوكو كانها ماس وفيها فاسكولاريتي، ده منظر السبكوتينيوس اندوميتريوم، ما يخضناش كدكات الاشعه ده منظرها تمام. تلاقي المنظر المرعب ده الريجولار شيب ده هايبو اوكو وكمان فيها فاسكولاريتي مفيش اي مشكله، ركز هتلاقي فيه كوتينيوس عفوا في تراكت لايك ستراكشر كده بواصلها باليوترس. المره دي ادي السبكوتينيوس فات، عفوا مش سبكوتينيوس فات، البريتونيوم تمام والمسل وما بينهم في ديفكت كبير تمام. الديفكت الكبير ده مع الاسترينينج بدا يملى البار هيرنيا تمام، وعلى السكار سايت دي الهيرنيا العاديه خالص، ممكن تبقى حته صغيره زي كده هيرنيا برضه انسيجنال هيرنيا، نشوف الكونتنت والسايز بتاعها وهكذا، ومع الاسترينينج ترجع ولا لا. اوكي انترابد فلويد مع الهيرنيا، انت بتتكلم بقى بقت استرانجوليتد، دي العيان هيجي يشتكي مثلا او العيانه تشتكي بوجع وسويلنج ما بيرجعش، كان بيرجع شويه بشويه لكن دلوقتي ما بيرجعش، اتقفل استرانجوليتد، نعرفها من انترابد فلويد. وهنا دي بارت من الانتستين، هنا برضو بارت من الانتستين مليان ايكوجينكس مليان هواء تمام. اوكي لكن ده غالبا اومنت.
سوتشر جرانيلوما. جينا شلنا السوتشرز كلها واحده بقت ريتيند جوه. ريتيند اعرف ازاي؟ هي الحاجات اللينير الحلوه دي تمام اتكون حواليها رياكشن من البودي، عملت لي برده سويلنج تحت السكين. شايفين ادي الاستيتش بتاعتنا اللي ريتيند وحواليها الرياكشن بتاع البودي، اسمها سوتشر جرانيلوما. ادهيجنز اعرف منين الجروس ادهيجن؟ لو لقيت لوكلايزد فلويد كولكشنز او لو لقيت ابنورمال كينكينج لليوترس. اليوترس مش المفروض يكون السيرفكس بتاعته واصله لغايه هنا تمام، هنا كينك شديده مع اليوترس وخصوصا ان اليورينري بلادر تقريبا شبه امتي تمام. لو شكيت غالبا دي ادهيجنز تمام. طبعا سي سكار اكتوبيك برضو من ضمن الكومبليكيشنز، بلاسينتا اكريتا بالكومبليكيشنز بتاعتها برضو ودي قلناها قبل كده. يوتراين رابشر، واحده بريجننت ومره واحده عندها وجع، ابص على الابدوم لقيت ايه؟ انترنال هيموريدج، في فلويد في الموريسون باوتش بالظبط كده تمام. بصيت لقيت دي البلاسينتا، فين المايوميتريوم؟ المايوميتريوم مش موجود، ده البلاسينتا ايه فتحت على بره وعلى فلويد تمام. اليوتراين رابشر ده ايفن حتى الفيتس ممكن يخرج نفسه تمام. هنا ده حدود اليوترس. بعد كده ايه اللي حصل؟ الفلويد بره، بس الفلويد طالع كونتينت، يبقى الساك نفسه هيرنييتد. كل دي يوتراين رابشر، هنا يوتراين رابشر وجامد تمام، برضو ايه ديفكت كبير. سيسكار ديفكت او يوتراين ديهيسنس، لما السيسكار نورمال ما يبقاش حواليه مايوميتريوم، لما يفتح على بره. او برضو بنسميها لو لقيت مكان السيزيريان سيكشن حاجه عامله زي الاندوميتريوم، ده بلاد قاعد يتجمع في الحته دي لان الحته دي لوكالايزد مثلا بادهيشنز ولا حاجه حواليها تمام، لكن مفيش مايوميتريوم، مفيش مايوميتريوم بيخليها بيخلي البلد ده يمشي على الشارع، فبتتجمع هنا شويه بشويه. دي برضو نوع من انواع السي سكار ديهيسنس. طبعا هنا يعني ده رابشر ده خالص، يعني السيزيريان سيكشن فتح تمام مع البريجننسي الثاني، ده لو طبعا حصل بريجننسي ورا الثاني على طول المفروض يبقى فيه بيريود كده تمام نسمح بالايه بالهيلينج وكده. تقريبا ما هي البيندنج رابشر دي اللي هي انا احنا كتبناها مره تمام، ما لقيناش اي مايوميتري، يعني احنا بنتكلم على الساك بريجنس يعني وكده، وتقريبا اليوتراين وول كان موجود اندار لكن الحته دي ما فيهاش يوتراين وول، احنا كتبنا ان كومبليتلي ابسنت مايوميتري في الحته دي تمام. ده كده امبيندنج رابشر. جوسي بيبوم، حد شايف حاجه يا جماعه؟ شايفين الوهم؟ هي دي جوسي بيبوم. هي دي جوسي، ما بقول لك هي دي جوسي بيبوم. انا دلوقتي العيانه جايه تشتكي بوست اوبرت باسبوع باسبوعين، يعني انا في ساعات جات لي يمكن بشهر ونص تمام، كالكوعه انا حاسسها كالكوعه، حطيت شهر ونص يا باشا في الصعيد ناس جنبي لو جريد فيفر وقعدت تعالج انت يعني بص انا بقول لحضرتك مره يعني مره كل اسبوع الى اسبوعين، احنا حفظناها بالاكسري والسيتي حفظناها بكل الاشكال بالسونار، اول ما بحط بلاقي كده. ايه القصه بتاعتنا؟ اولا الاسماء الثانيه جوسي بيبوما او ميست تاور، ريتيند سيرجيكال سبونج، ريتيند فورين اوبجكت، تكستيلوم، كل دي اسماء ليها، هما بيهربوا من كلمه ميست تاور عشان بس اللي بيقاضيهم بقى وكلام من ده. انا نورمال عشان اعرف ان الميست التاول دي ميست ولا لا عشان نحطط بيعملوا اولا طبعا بيعدوا الباكتات وكلام من ده سيرجري تمام. احنا عندنا طبعا بيعتمد على النيرس، والنيرس صباح الخير احتاجنا في بليدنج زياده ولا حاجه وقت الابره افتحي كيس تاني ما الى ذلك، الحاجات دي كلها ورد. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحط ماتيريال معينه مع التاولز ريدي اوبيك، بحيث لو شكيت العيانه قبل ما تمشي احنا شاكين نعمل ايه؟ اكس راي. الاكس راي يبين الخطوط البيضاء اللي هي ريدي اوبيك في ميزد تاول، افتح في ساعتها احسن ما تعمل مشكله بعد كده تمام. طيب التاول دي مش فيها هواء؟ ايوه ده فيها هواء عنيف، وفيها ريدي اوبيك ماتيريال، ايوه ده ميتال، يبقى بالتالي مش هشوف وراها. لو الهواء انتشر والميتال انتشر هتلاقي ضباب، هتلاقي استراكشر وراه شادو عنيف مس دي تاول. المره دي سيستيك استراكشر وفيها حاجات كونفوليوتد وراها شادو عنيف مس دي تاول بالسي تي مليانه هواء. الشادو ده هو اللي بيبين كاركترستيك تمام. هنا برضه مس دي تاول ومكان الاستراكشر ده اللي هو ده الفوطه نفسها، دي الفوطه نفسها
ادي الفوطه اهي. فين الانتيرو ابدومينال اللي هو فوق؟ بص يا باشا ده الانتيرو ابدومينال وول تمام، ودي كده استراكشر عامله زي ايه فلاوت يعني ابسس، لكن ايه ده ايه الحاجه اللي هي الملولوه دي؟ هي دي الفوطه نفسها. ايه ده كل ده؟ دي الفوطه. وهتلاقي بقى حاجات الراديو بيك دي في السيتي، هي دي الراديو بيك ماركرز، والحاجات الباقيه الاسبونج الهواء اللي موجود جوه الاسبونج نفس الكلام تمام. هنا بالاكس راي ده الاستيتشز بتاع العمليه صح كده، دي الاستيتشز. امال ايه الحاجه الغريبه دي؟ ايه الحاجه الغريبه دي؟ حاجه راديو بيك، اهي المنظر ده تمام، هو المنظر ده، ودي كرونيك بدات تكالسيفاي كمان حواليها تمام. وهنا كمان بالام ار برضو سيستيك استراكشر، وهو ايه جوه حاجات ملفلفه كده تمام.